12 ديزاينر وكلنا بنشترك مع بعض في كل حاجه، الميشن متقسمه علينا. فاحنا النهارده حبينا نحتفل، يعني احنا عامه في ألاجا عندنا كونسبت معين، احنا دايما بنحب نساعد الحرفيين لان احنا شايفين ان مهنتهم قويه جدا وبدات في الانقراض، فدايما بنتعامل معاهم. احنا بنتعامل مع زمزم في سيوة اللي هي بتعمل لنا تطريز، بنتعامل مع محمد بتاع الازهر اللي بيعمل لنا الاطان، بنتعامل مع جمعية حماية البيئة اللي بتعمل لنا الباتش وورك، دايما بنتعامل معهم لان هم شغلهم فاليبل جدا. دلوقتي الناس ما بقتش مقدرة الهاند ميد، لكن ألاجا فكرتها ان هي مصرية في كل حاجة، بنستخدم ماتيريال مصرية 100%، بنستخدم ايادي مصرية 100%، بنحاول ان احنا نرجع كمان للتراث بس بحاجه نقدر نلبسها كلنا كل يوم. ايفنت النهارده جاي نتيجه حاجات كتير جدا وبروسيس كتير احنا مرينا بيها، من اول ما ابتدينا نحط الفكره لحد ما عرضنا في برلين لحد ما حبينا ان احنا نعمل لانشنج في القاهره عشان خاطر نوري الناس ان احنا لا عندنا حاجات احنا نقدر نستوحي منها في مصر ممكن تزوروها، وكمان نقدر نعمل منها لبس تريندي جدا ويتلبس من غير ما يكون كوستيومز يعني وكده. نعرض النيو كولكشن بتاع مجموعه الشتاء 2015 16 2015 16 المفروض ان احنا مستوحين الكوليكشن بتاعنا من وجوه الفيوم. وجوه الفيوم ده مزج بين الرومان والفرعوني، المفروض ان دي بورتريهات اكتشفوها في الفيوم لوشوش ما بقوش عارفين اذا كانت هي فرعونيه ولا كانت هي رومانيه. فالمزج ده كان يعني اوحلنا بكولكشن لطيف قوي، استخدمنا فيه الالوان الزيتي والاورنج، الحاجات اللي هي اصلا اوريدي طالعه موضه 2016. فكره المزج ما بين حاجه قديمه وحاجه حديثه فكره في ناس كتير بتحاول تطبقها ولكن بتفشل فيها، بس احنا في ألاجا قدرنا ان احنا ننجح ونطبقها بطريقه صح، لان انت في اسس ومعايير انت بتمشي عليها. مبدئيا انت في اكتر من فاشن ديزاينرز، فالفاشن ديزاينر مش بيبقى هو اللي فكره بيمشي، لا بيبقى كلنا الراي بيبقى شورى. الحاجات اللي بنستوحي منها بتبقى حاجات عالميه جدا في الترند، ولما بننزل الحاجات اللي بنقيها من مصر بنطوعها، فبتبقى الحاجه طالعه بروح قديمه من التراث ولكنها مستحدثة، فبتقدر تلبس وتقول أنا لابس حاجة من مصر، أنا لابس حاجة بتدل مثلا على منطقة الهوارة وجوه الفيوم زي ما احنا عاملين النهاردة. احنا النهاردة بنعرض الكوليكشن الشتوي بتاعنا بعد ما عرضناه في ألمانيا في برلين، وبنحاول نعرضه وبنعمل ميني فاشن شو عشان نبين السيم اللي هو وجوه الفيوم، فبنحاول نظبط نوضح للناس اكتر نعرفهم عن الفيوم بس وجوه الفيوم خصوصا يعني، بس بشكل مودرن، واحنا ازاي استوحينا منهم كل حاجه وازاي ممكن نطبق ده في الستايلينج وفي الهدوم. وزي ما انتم شفتوا النهارده الهدوم كلها معموله بتطريزات حاجات مستوحاه من هناك، حتى الاكسسوارات والموتيفز كلها مستوحاه من الفيوم والميك اب وكل الحاجات دي.